اتبرع عشان نقدر نداوي قلوب أكتر. مركز أسوان للقلب الجديد، مفتاح قلوب أكتر بين إيديك. مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، من القلب للقلب. مقام مرة أخرى، ما هو المقصود بالمقام في الصبر؟ ها؟ ألا يفرق بين النعمة والمحنة، مع إيش؟ مع سكون الخاطر فيهما. هذا المقام المتعلق بالصبر، الصبر الجميل هذا. يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني إيش؟ من معاني هذه الآية أن قراءة سير أهل الصبر، قراءة سير الصالحين الصابرين الصادقين، يسقى بها الباطن نور الصبر إلى أن يرتقي الإنسان إلى مقام الصبر. ويقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، أي أن صاحب مقام الصبر هو المؤتمن على أسرار الدعوة إلى الله والهداية للخلق، مع أن الله سبحانه وتعالى نسب الهداية إليه في الأصل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهنا قال جعلنا منهم أئمة ماذا؟ يهدون بأمرنا لما صبروا. ويقول سبحانه وتعالى إن الله مع الصابرين. فمن قلبي ومفتاحه دول ملك إيديك، ومساء وصباحه بيسألني عليك.